رحلتنا على الفلبين يا شيف. اليوم على الفلبين بتعرفي خلال نحن هلا عشتنا بالامارات تعرفنا كثير على اشخاص نيجيريين الفلبينيين بنشتغل سوا بنظهر سوا فلذلك تعلمنا على الاكل تبعهم. مزبوط. صرنا نشوف انه لا فعلا المطبخ بقلبه كثير امور شيقه عكسنا الطعمات مختلفه لانه مطبخ كمان فات عليه كثير تداخلات خارجيه. فاليوم حنعمل كم وصفه منهم. اوكي. هدي اول شيء يخنه بالخضره. بس اذا بنلاحظ الطعمات اللي هنستعملها فيها اكثر شيء بتلاحظيها انه صينيه. اوكي. شوي طعمتها صينيه. حيكون فيها بندوره، باذنجان، بتر جورد. هذا بتر جورد هو نوع من الخضار اللي بتطلع بس باسيا. اوكي. تروبيكال يعني على الخط تحت بالخط الاستوائي والنزول. هو شمام المر بسموه اذا بدك. شكلها يعني من عائله البطيخ والشمام. هيدي فود فيجيتابل يعني مش مصنفه مثل الافوكادو ولا فيجيتابل بالنص بالنص. فيها لوبي، فيها شو اسمه باميه. ولحمه اكيد فينا نستعمل حياتنا لحمه اذا بنحبها. بنحب اللحمه فينا ناخذ الدجاج محلها. بعدين فيها شريمب بيست. هذا هون بيصير عندنا التداخل الصيني اما الاسيوي بالاجمال. هذا شريمب بيست من الريديس. اوكي. الريديس بتنشف بنعمل منه عجينه بتستعمل كثير بالمطابخ التايلانديه بالهنديه حتى بقوي الطعمه بقلب الطبخه. وحار هيدا شيء؟ لا هو بيجي نيوترال ما فيه حار. اوكي. يعني ممكن يكون في حار اذا بدك بس هو بيجي عاده نيوترال. اوكي. هلا حنبلش بالطبخه. يلا. حناخذ البصل. حسب ما قريت كمان انه الانجليز عاشوا بالفلبينز، الامريكان عاشوا بالفلبينز واليابان كمان. هيدي خلال الحرب العالميه الاولى والثانيه. بس اساس الاشخاص اللي اجوا اول شيء على الفلبين هن الاسبان عن طريق المكسيك اما عن طريق اسبانيا. بعدين اكيد الامريكان صار في حرب كبيره مع الامريكان حتى اللي هن كمان صار في عندك قواعد عسكريه فنقلوا كمان المطبخ الامريكاني على الفلبين. اليوم السوشي اللي نحن بناكلها هي فلبينية يعني وسترن سوشي بيسموهم لانه كمان اليابانية عايشوا مزبوط بالفلبين فكان في تاثر بالمطبخ الياباني عن طريق مثلا هي اكثر شيء السوشي بس كمان اكيد غير اطباق مش بس سوشي. من اي جهه بتشبه الاطباق الصينيه والاطباق اليابانيه؟ كله مخلوط اكيد. هلا هي عندها حدود مع من هالميله مع اليابان والصين من هذيك الميله مع تايلاندا وماليزيا وهيك فحسب كل جزيره من اي منطقه موجوده بيصير عندك كمان طبعا. بتختلف داخل الفلبين المطابخ من بلد وثاني او حسب الحدود 100% بس اكثر شيء سنترال السنترال يعني اللي هي بالنص الفلبين اللي هي الفلبين يعني مثل ما قلنا العاصمه والشغل الضواحي كله تقريبا نفس الاكل. هلا هون ما تنسى يعني هن تقريبا اكثر من 92 مليون شخص بالفلبين فقد ايه كمان كل مثلا كل مجموعه او كل بلد عندها الاضافه الخاصه بمطبخها 100% كثير مطبخ كبير بس هو اكثر شيء بنرجع بنقول التاثر الاكبر هو بالمطبخ الاسباني. فبتلاقي عندك مثلا عندهم بايلا مثلا عندهم بايلا اكيد طريقتهم هنا تاباس مثلا تاباس اذا بتلاقي اكثر الاطباق متاثره بالمطبخ الاسباني. شو هيدا يا شيف؟ اول مره بشوفها صراحه. ايه فعلا هذه انا شفت حتى في منه بيعملوا منها عصير كثير منيحه لضغط السكر. اها حلو. وضغط الدم بتحافظ بتعدل يعني التعديل ضغط الدم والسكر بالجسم ففي كثير عالم بيستعملوه. هلا حط البصل يعني مثلا اذا بدك تنصح المشاهدين انه يستخدموا هيدا الخضار بالعصير كيف بنقدر نعملها؟ على العصاره هي كلها مثل ما هي نحطها بالعصاره.